هاي انا جانا حلبي سيلف توت ارتست. انا كنت عم بدرس هندسه داخليه, بعدين وقفت الماسترز تبعولي لانه انا كان كل حياتي حلمي اني ارسم, وما كان معي كمان مصاري اني اكمل ماسترز بالفاين ارت, بما انه بالجامعه اللبنانيه كمان ما فيني اعمل ماسترز بالفاين ارت لاني عامله هندسه داخليه. فقدمت لبرا. قبل ما اقدم لبرا انا كنت باشكال الوان بال 2017, كنت عم بعمل فيلوشيب بالبروجرام اسمه هوم وورك سبيس بروجرام, ومن بعده انا قررت اقدم على ماسترز. انقبلت ببلدين, انقبلت ب NTNU بنورواي وبنيذرلاندز ببيتسفارت انستيتوت. نورواي انا ما قدرت اروح لانه الديدلاين تبع اني احول المصاري كان ب 19 ابريل وانا ما قدرت احولهم لانه منهم معي. فانا ام ريلاينج اون سكولرشيبس اند دونيشنز. هلا الديدلاين لحول نيذرلاندز هو ب 15 جون, فلازم قبل 15 الشهر اللي جاي قبل 15 حزيران يكون معي $25,000 اللي هن 11,000 يورو للتويشن فيه و 11,000 يورو لقدر عيش فيهم على سنة. Otherwise I will not be granted the place and I will not be granted a visa, a student visa. So I'm now offering my paintings for to sell, and I'm accepting donations, I'm accepting any kind of help لأنه I have no choice. So thank you, try to support me because I really want it. Thank you.